الفكرة كلها هي بتدور حوالين الانتماء. أنا كبني آدم لازم أنتمي لشيء يا إما مش هعيش، ودي غريزة موجودة جوانا قوية جدا جدا من أيام ما كنا عايشين في قبائل. ما كنا عايشين في قبائل، هو لو أنا مش بنتمي للعيلة أو للقبيلة أنا ممكن أموت. ده كان ساعتها كده. دلوقتي أنا مش بنتمي للعيلة مش هموت، هعيش. بس للأسف السايكي بتاع البني آدم أو العقل اللاواعي بتاع البني آدم لسه عايش في فكرة أنا لو مش بنتمي لعيلة أو لبلد أو لفكر معين أو أيا كان أنا مش عايش. وإزاي ممكن أنتمي؟ أنا لازم أنتمي إن أنا أكون شبه العيلة دي. وأكون شبهها إزاي؟ هو إن أنا باخد الحلو والوحش، وده معنى الانتماء للبني آدم، إن أنا أخد الحلو والوحش. فالحلو خير وبركة طبعا، محدش فينا يتضايق، لكن الوحش للأسف هو إن إحنا بنورث الصدمات من عيلتنا. وبنورثها إزاي؟ هو فكرة إنه أنا لازم أنتمي فهورثهم. وإيه اللي بيحصل بالظبط؟ هي الصدمات إنه لما حد بيموت أو بيتوفى يا بطريقة معينة يا إما بيتوفى بدري، وهي بتكون حاجات معينة يعني عارفينها. هو يا حد مثلا اتوفى بحادثة، حرب، صدمة، حد للأسف اضطر ينتحر، حد مر بأسوأ وظلم، كلها حاجات أكنها بتتجمد في العقل اللاواعي بتاع العيلة. فلما بتتجمد في العقل اللاواعي بتاع العيلة هي بتفضل في السايكي بتاع العيلة. فلما ناس بتيجي تتولد من الجيل اللي هو دلوقتي اللي عايش على الأرض، بيبقى أكن في زي قوة مغناطيسية بتقول للشخص ده أنت لازم تكرر نفس المشكلة عشان المشكلة دي متجمدة في السايكي بتاع العيلة.